أعتقد محدش معترض على كلامي ده. المعترض يرفع ايديه وسيبه يعترض عندي يا جماعة، مش هقفش على حد، بس يعني دي روز عشان نريح الناس كلها. تمام. طيب خليني أستارت باي شيرينج ماي سكرين. النهاردة هناخد الحروف المتحركة. كله شايف ماي سكرين دلوقتي صح؟ الحروف المتحركة في منها الجزء اللطيف السهل الحلو اللي كلنا بنحبه، which is يا او يو او يو او يو، الكلام ده كله دول السهلين اللطاف، وهم دول اللي احنا شايفينهم قدامنا دلوقتي، ودول الأساسيين. استحالة تلاقوا كلمة كوري ما فيهاش الحروف المتحركة دي. بس في نفس الوقت في حروف تانية أصعب شوية مش هناخدها المرة دي، علشان لو أخدتوا الاتنين مع بعض هتتضايقوا وهتقفشوا من اللغة بشكل عام. تمام. طيب خليني قبل ما أبدأ let's start with like a small revision عن إيه اللي إحنا أخدناه المرة اللي فاتت. ممكن حد يرفع إيده ويقول لي إحنا وصلنا لحد فين، أو يقول لي حرف من الحروف المتحركة؟ اوكي نرمين. أخدنا الأ أول مرة وأخدنا الإي تاني مرة. تمام، عايزة الحروف ده الساكنة؟ المتحرك. لا خلاص، دي فرصة بقى لحد تاني. تمام أوكي. ناخد مين؟ ملك، قولي لي حرفين من الحروف الساكنة. انا بعتلك اهو ان انتي تنميوتي عادي. خدنا الحروف الساكنة كلها وحرفين منهم مثل الكيك والنين. حلو. طيب لو عايزة اخليهم مع الاو هيتنطق ازاي؟ ها ونا بيرفكت، شكرا. نسرين، كمان حرفين. سرين، سوري، سرين، حرفين كمان. مثلا حرف التشياق وحرف تمام الهياق. تمام ودول مع ايه هيبقى نطقهم ايه؟ هي و شي. شكرا، تمام جدا. أميرة، كمان حرفين. غنى الميم والليل. حلو، قولي لي واحد مع أو واحد مع إيه. ممكن لا مي فل، thank you so much. طيب روكا، كمان حرفين. الباء والكا حلو، البا في والكا، أسميهم إيه؟ با أسميها البا، بايو وكايو. بيو، بيو، قولي ورايا بيو، بيو والتاني قلتي كان حرف إيه؟ كيو كيوك اتقال اوريدي، فشوفي حرف تاني غيره. ها اللي هو حرف ال هي. ها ها هيات، هيو هيو هيات ونطقها ماشي. تمام يا روكا. ريتاج، قولي لي كمان حرفين. الهيوت والإيانك. روكا اوريدي قالت الهيات اللي هو الها، عايزة حرف تاني. شيت اتقال الشياط. تيت تيات، وإيانك. ايانغ. طيب عايزاه واحد مع الا واحد مع الاي. يونغ اي وال حلو يوت تا حلو، شطورة، تمام. طيب
خلونا دلوقتي هم دول مش كلهم بس قلنا معظمهم، فخلونا نبدأ في الآ والإي. تمام، انتوا شايفين ماي سكرين صح؟ اوكي، احنا اوريدي اخدنا آ وخدنا الإي. تمام، خلينا اقول لكم على حاجة او خليني اكد معاكم على حاجة. هو اي حرف في الكوري هتلاقوا فيه شرطتين يبقى فيه حرف واي معاه، يعني استحالة تلاقوا حرف فيه شرطتين، يعني اهو شرطتين 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 شرطتين، هو بس بنزود حرف الواي معاهم، فبدل ما بنبقى نا بيبقى نيا، بدل ما بيبقى نو بيبقى نيو، أو لو قلنا مثلا كلمة سنة نيون، فدايما بتلاقوا الواي هي بتضاف بس للكلمة أو النطق وبينزود شرطة. طيب احنا اوريدي خلاص عرفنا الآ بيتكتب ازاي، اليا زيه بالظبط بس شرطتين لبره. طيب خلي بالكو لان في منكو بعت لي الحروف وهو مسمعها لنفسه، هو كاتب مثلا كي ياك، ده صح ولا غلط؟ الحرف ده دلوقتي كي ياك كده طريقته صح ولا غلط في الكتابة؟ غلط. غلط، لأن هو المفروض يبقى كي يو كيوك. سوري يا جماعة على خطي اللي زي الزفت، كيوك. فخلي بالكو إن الحروف الساكنة بتغير معنى الكلمة بشكل كبير جدا، بالعكس هو ممكن شرطة واحدة تغير لك الكلمة من عيلة لجلد الجسم. الكلمات الكوري مشكلتها الأساسية في الحروف المتحركة، الحرف المتحرك، يعني انت لو بتقولي كيوك قلتيها كايوك الحرف ما بقاش بقى الحرف غلط اصلا، ما بقاش ما فيش حاجة اسمها كايوك. طيب انا بقول على الفايل مثلا اسمه موم، فانا لما اجي اقول مام انا ما بقيتش بقول كلمة فايلز او ما بقيتش بقول الحروف المتحركة، انا بقول بقيت اقول كلمة تانية ممكن ما تكونش موجودة في الكوري اصلا. فلو احنا كنا صمين الحروف الساكنة فاحنا عايزين الحروف المتحركة دي زي اسمنا كده، مش بس صمينه، لان فرق الحرف بيختلف، في حاجات هتلاقوها متشابهة في النطق جدا بس كتابتها مختلفة، ودي مش يعني هي بتبقى شواذ بس مش شواذ من السهل انها تتحفظ لان هي بتبقى على حسب الكلمات. تمام، طيب احنا عندنا الآ واليا، دي عندكم فيها مشكلة؟ آ يا في حد يا جماعة عنده مشكلة فيها يرفع ايديه او يفتح المايك يقول لي لا انا محتاج ان انا اسمع نطق الحروف دي كده او كده هنسمعها مع الويب سايت، بس انا قصدي قبل ما نبدأ نخش في حرف تاني آ ويا مش ايه آ يا ايه يا فيروز قولي لي. دلوقتي مش هو ده نطق، ده اسم الحروف ولا ده نطق؟ بصي الحروف المتحركة الاسم هو النطق بس، يعني ده لو هتكتبي آ لوحده فهتكتبي كده آ، فالناس هتقرأ آ، دي الاسم بتاعه. تمام، بس لو هتكتبيه مع كلمة هتبقى الحرف بس من غير الإنجل في الأول فيبقى كا. فالحروف المتحركة مش زي الساكنة قوي، هي ملهاش اسم مختلف تماما عنها، بس في الكتابة ما ينفعش تكتبي مثلا الحرف كده وتقولي لحد انطق لي الحرف ده ايه او اسم الحرف ده ايه، لو هو مش حافظه هيبقى هو حرف شكل حرف. تمام، طيب بس ما عندك سؤال؟ استني معلش انا كنت لسه اللي داخله ومش عارفه حضرتك يعني اديتي ايه. احنا كنا بنراجع على الحاجات القديمة ويدوبك لسه بادئين نتكلم على الحروف المتحركة الفايل او الموم،
فاحنا كنا بنراجع بس، فاحنا دلوقتي في الا واليا بس. تمام، شكرا لحضرتك. العفو. طيب نخش على ان احنا نسمعهم من الويب سايت قبل ما نكمل. لو عايزين تبدأوا تفتحوا المايك وتنطقوا معايا، أو يعني بشكل عام تنطقوا الحرف، يلا بينا. بعد الشباب، بعد الريكورد بليز، عشان كله يبقى سمعها. بعد الريكورد بليز، عشان كله يبقى سمعها، بعد ما نشغل الريكورد الأول من الويب سايت. أي حد عنده مشكلة مع الحرف ده؟ طيب هو ايه ولا بي؟ بي 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 شر الصاد. تمام، تعالوا نسمع اللي بعديها. يا 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 دي بالنسبة يا لكم فيها أي مشكلة؟ لا 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 إيه ولا بي؟ إيه إيه مين اللي قال بي؟ اسمعوها تاني. يا 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 إيه ولا بي؟ ايه ايه لسه. ماشي. او 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 ايه ثواني يا جماعة، أنا ما قلتلكوش قولوا ورايا ولا ورا ريكورد، عشان ده إحنا لسه ما أخدناهوش، فاستنوا ثواني. أنا هعمل ريكورد وابدأوا قولوا ورا. طيب ده ايه ولا بي؟ ايه 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 مظبوط. طيب مش يو هي دي كتابة الحرف الصح؟ ايه يا فيروز؟ يا ميس، هو ده كتابة الحرف الصح ولا ده ايه؟ ده انا عارفة ده ان ده نطقه مظبوط. وكتبته الاتنين. ايوه احنا ماشي. دلوقتي اهو احنا اخدنا او ده لما تضيفيه على ال كيوك فور اكزامبل فهتبقى كو، فهتشيلي الدايرة دي وهيبقى الحرف ده بس. تمام. طيب لو جينا ضفنا عليه الشرطة التانية هيبقى نطقه ايه؟ يو 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 يو. يو مظبوط. تعالوا بقى نسمعه كده. يو 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 اي يو. يو 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 ايه ولا بي؟ اي 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 ايه. اوكي طيب تعالوا نخش على اللي بعد كده. أو قبل ما نخش في ده ثواني يا جماعة، علشان ده وأخوه شريكي شوية، دول بالنسبة لنا سهلين لأن أو فالموضوع أفضل، بس هنا أو وأو، خلي بالكم من الاتنين دول جدا. أو 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 أو. تمام. الأو الشرطة الفوق، والـ الأو او
الشرطة لتحت. شرطة تحت، شرطة تحت. خلي بالكو، لان هقول لكم ابسط كلمة خالص، ان انا اكتب اويو في كلمة معناها اويو، وفي كلمة تانية اويو، والاتنين كلمتين في الكوري ليهم معنى، however كلمتين مختلفتين تماما، بس نفس النطق. نفس النطق. ليه؟ لأن الأو أو الأو والأو هما نفس النطق، however انتي اليو بتطلعي بقك فيها السيكة، يعني أو لكن تانية أو، فبتطلعي في اليو بقك قدام شوية، فعشان كده they are very 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 tricky وممكن ما تاخدوش بالكم منها. فدول انتم يعني مهم تسمعوهم مرة واثنين وثلاثة، في حاجات مع الوقت هتحفظوها، وفي حاجات لازم تبقوا عارفين انتم بتقولوا او ولا او. تمام؟ بتقولوا حرف الاو ولا بتقولوا حرف اليو؟ تعالوا نبدأ نسمعه مع بعض. او تمام، نسمعه كمان مرة وبعديها نبدأ نعيد وراه. جانا، انت عايزة تسألي على حاجة ولا رفع ايدك كده؟ لا بس خلاص. اوكي، فيروز عايز تسألي على حاجة؟ جماعة ممكن مش قافل المايك يقفلوا؟ أي فيروز؟ مش احنا لو حفظنا الحروف الساكنة والحروف المتحركة، لو حفظناهم هنعرف نكون كلمات. ده مظبوط، الحروف الأساسية الساكنة اللي احنا أخدناها والحروف المتحركة هنبدأ ناخد منها، يعني المرة الجاية هناخد مجموعة كلمات أو ممكن النهاردة، بس احنا لسه ما خلصناش كل الحروف. في حروف عندنا هي double sound، يعني زي أبا بيبقى فيه double sound للبي، البي بتبقى مكتوبة مرتين جنب بعض كده، في أوبا الحرفين بيبقوا مكتوبين مع بعض، ف ثانية معلش، ف يعني هنبدأ ناخد كلمات، بس ده مش معناه ان احنا خلصنا كل الحروف، لان لسه في حروف الدبل ساوند دي لسه ما اخدناهاش، والمتحركة التقيلة شوية لسه ما اخدناهاش، بس ده مش وقته. ماشي اوكي، شكرا. العفو. طيب ثواني يا جماعة، هنسمعه كمان مرة وبعديها لو سمحتوا أنا هدي permission للناس كلها إنها تقدر تفتح المايك وعيدوا وراه. تمام؟ محدش يقول دلوقتي؟ أو أو أو. تمام؟ كله بقى يفتح المايك ويبدأ يقول. طيب ايه ولا بي؟ ايه، مظبوط. يو، حد يشيل دلوقتي يا جماعة، اقفلوا المايك. يو 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 اللي هي ستيل، واي او يو، ودي نهاية أي جملة في الكوري للمستويات يعني بشكل عام، اللي هو هتكلموا أي حد باحترام هتخلوا آخر الكلمة يو. يو يو موجايو، أنيو هاسيو، كل كلمة هتلاقوا آخرها يو. دي كده الختمة بتاعت اللغة الاحترامية المستوى يعني اللي هما بيستخدموه في الطبيعي. سيبكوا من كام سامي، ده عندنا كومو وايو،
دي المستوى الأقل من كم سامي ده. كم سامي ده أعلى ليفل خالص ينفع تقولوا بيه شكرا لحد. تمام، نسمعها كمان مرة وبعديها نبدأ ننطقها. يو يو افتحوا المايك وابدأوا انطقوا. يو 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 ايه ولا بي؟ بي 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 عشان الصياو everyone. جماعة فاتح المايك اقفله. ده هيبقى باصص لتحت اللي هو حرف اليو. نجرب كده نسمعه تاني. او 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 ممكن تبدأوا تفتحوا المايك وتعيدوا وراه. او هو لسه ما قالش، هو لسه ما قالش يا شباب. انا قلت افتح المايك. او 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 ايه ولا بي؟ بي 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 شعر الصياع. يو 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 يو. التاني كان يو يو يو، بيبقى يو متطول فيها شوية، لكن دي يو 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 اللي هي ايه؟ الواي يو. يو نسمعها من الريكورد وبعديها نبدأ نقول وراه. يو 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 ايه ولا بي؟ ايه 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 ايه. بصوا بقى ايه الحرف ده، ايه اديني فرصتي امشي. طيب اديني فرصتي. الحرف ده هو موجود تقريبا في كل الحروف اللي احنا حفظناها في الحروف الساكنة المقطع الثاني منها. تمام، فهو مش اي، الاي ده اللي هو الواقف، لكن النايم ده وخلي بالكم منه لان هو تريكي قوي. انتوا ما يعني مش بتقولوا اي ومش بنقول او، احنا بتقفلي بالظبط حرف كده في الفرنسي مستفز. بلاش نتكلم على الفرنسي خالص، بس هو متاخد منه او قريب منه قوي. ان احنا بنقفل يا السنان على بعض كده، بس بنسيب فيه هوا بسيط. هل انتوا يعني هل انتوا بكلامكم مع بعض سامعيني، او ان انتوا بتعيدوا ورايا قبل ما اخلص سامعيني؟ استحالة. بعد اذنكم اقفلوا المايك وهتنطقوه وهتقولوه زي ما انتوا عايزينه. هينفع اقول حاجة؟ قولي يا دينا. إيه هو انا المفروض الحصتين اللي فاتت ما حضرتهم وما عرفتش اشوفهم من على اليوتيوب، هل ينفع اشوفهم بعد الحصة دي واذاكر الحاجات اللي فيهم؟ أكيد مفيش مشكلة، بس ده ملوش علاقة بكلامنا دلوقتي. فلو سؤال زي كده أكيد طبعا مفيش مشكلة، بس لو سؤال زي كده تبعتيه على الشات، يا إما تستني لما نخلص واسأليني اللي أنت عايزة تسأليه. اوكي أوكي، حد عنده سؤال regarding الحرف اللي احنا شغالين فيه دلوقتي أو عن الحروف اللي فاتت بتاعة الحصة دي؟ ايوه، هو ده حرف ايه بالانجلش؟ أنا لسه يا جماعة ما شرحتوش، بس حاضر أهو، لسه ما شرحتوش وربنا. انا بوريكم يتنطق ازاي، بس اوكي. طيب تاني، الحرف ده هو خط مستقيم كده بالعرض، بننطقه ازاي؟ مش بنقفل سناننا نهائي ومش بنضغط على الحرف قوي، احنا بنقفل سناننا بس بنسيب الهواء يخرج من ما بين سناننا عادي، وبقنا بيرجع لورا يعني بيتفتح لورا كده.
فبيبقى ايه؟ كما والله خليكم تنطقوا ورايا، بس استنوا. تمام. طيب هو بيساوي ايه في الانجليش؟ الحروف المتحركة في الانجليش هو ما بيبقاش حرف واحد، فهو بيبقى الاي مع اليو، عشان كده بتلاقوا نفسكم بتقولوا بس مش بيبقى اليو بتاعتنا. فانتوا عايزين تعرفوا هو بيساوي ايه بالانجليش؟ ايو. لكن دول بالذات مش هقدر اقول لكم زي الا واليا والاو واليو، لان ده بالذات هو ملوش حرف انجليش. تعالوا نبدا نسمعه، ريبيتو بعد الريكورد. هشغل الريكورد مرتين وبعديها نبدا انتوا تقولوا بعد الثالثه. ابدا انت يا جماعه، في ايه؟ ثالث مره اهي اشتغلت. ايه ولا بي؟ بي 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 بي. بي طيب قبل ما موف اون، او قبل ما نتحرك من الحرف ده، حد عنده اي سؤال على الحرف ده، او حاسس ان هو محتاج يقول نطقه لوحده عشان يشوف صح ولا غلط وانا معاكوا دلوقتي؟ اوكي. اخر واحد واحنا اوريدي عارفينه، اي خط مستقيم كده مع نفسه. اي اي تمام، ابدأوا عيدوا بعد الريكورد. اي 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 ايه ولا بي؟ اي شرسة. طيب يبقى تاني عندنا آ يا أو يو أو يو أو يو أ إي. مين عنده استعداد يقولهم كلهم؟ ممكن لو أميرة. حطيت سؤال تاني. يا او يو او يو او يو او اي صح؟ شرسة. صح. Good job. طيب نرمين. ا يا او يو او يو او مش قادرة أجيبها. يو او يو أو 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 او يو يو أو يو أو إي لا انتي بس استني، هنا هنا او يو يو او يو أو يو أو يو اوكي إي مظبوط. محمد غازي. يا او يو او يا يو لا ثواني، هنا ايه او ده؟ ايه تاني؟ او وده. يو تمام، بعديها كمل. او بعدين يو بعدين اي 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 أ اي اي أ أ اي 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 تمام. أوكي تمام. طيب تعالوا نعمل بقى انا لسه داخله يعني، دلوقتي، فاكره اخدته ايه عشان كانت الكهرباء كانت قطعه. طيب ويجريد يا شباب، اللي عنده سؤال يرفع ايده، اللي عنده اي ايشو يرفع ايده وهجلها. لكن انا والله مش قصدي اضايق حد، بس ان انا ابقى بنتكلم او بنقول حاجه والاقي حد داخل في نص الكلام، لو انا بقول حاجه مهمه للناس التانية الدنيا كلها دخلت في بعض. فبعد اذنكم الكل يقفل المايك،
اللي عايز يقول اي حاجه احنا ما عندناش مشكله كده او كده. الكلاس از بينج ريكوردد، تقدروا ترفعوا ايديكم وانا هسمع الناس كلها، واظن انا بعيد على حاجه مره واثنين وثلاثه. شكرا. طيب احنا دلوقتي خلصنا. رميساء سمعتك النور كان قاطع وانتي لسه داخله، مفيش اي مشكله. احنا رجعنا في اول الكلاس على الحروف الساكنه كلها وخدنا المتحركة وخلصناهم، هعيد عليهم دلوقتي تاني بس in a game. وكده أو كده الكلاس تاني is recorded وهينزل، تقدروا الناس اللي فاتتها حاجة أو هيفوتها حاجة يقدر تخش تتفرج على الكلاس على اليوتيوب وتكمل، ولو عندكم سؤال ابعتولي. تمام. تمام؟ طيب مين يقول لي كل الحروف الساكنة أسامي، مش عايزة نطق، أسامي. ما سمعتش حضرتك كويس. مين يرفع إيده يقول الحروف الساكنة كلها أسامي مش نطق؟ أنا عايزة أسامي. رميساء. يق مين زيبط ري ال ميم سنة بيب شيت إيان إيان سنة جيت شيت كيب شيت هيك كيب هيك بس أخذ آخر واحد إيه؟ آخر حاجة هيك. هيط ماشي تمام. هيط، حرف ال H يا شباب، هيط. طيب هيك مين يقول لي كل الحروف المتحركة اللي إحنا قلناها دلوقتي؟ منا؟ عارفة انتي ببقى رافعة ايدي على حاجة تانية بس ماشي هحاول ما معاكي. نزلتيهاش، انا ما نزلتيهاش. بس خليني احاول يعني لان هي مش قدامي بس هحاول. تمام يو ماشي او ماشي يو انا بحاول افتكر وبكتبها قدامك. اوكي طيب استني هقولك على حاجة. انتي اتفضلي. بعديها الشرطتين هيبقوا ايه؟ يو الشرطتين اللي بره يا، يا اللي بره فده يبقى يا، لكن لو جوه يس. يو. اوكي مظبوط، يس يبقى يا بعديها يو او او يو. او اوكي او يو تمام، ايه بعديها تاني؟ يا 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 خلاص قلناها، اوكي ماشي. او احنا قلنا اللي يا او يو. ماشي في اللي هي او اللي هي او كده او تمام اوكي، وفي اللي هي يو اللي هي اللي تحت يو. يو تمام، اوكي وبعديها ماشي. وفي اللي هي انا معجبة بيها جدا. اي 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 أه. اي 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 أه. اي تمام وفي اي حلو. إيه في كده اي ناقص لك اتنين بس. بجد. طب والله يس مغيب بينكم. احنا قلنا اللي هي للشرطة اللي فوق، نقول للشرطة اللي تحت بقى اللي هي اللي هي بتبقى شرطة يو اللي هي كده. يو او يو او يو، مش او يو او دي اللي الشرطة لفوق اللي فوق، لكن او يو. اوكي بالظبط، ده حرف اللي هو بيساوي حرف اليو. طيب تريسا برافو عليكي. طيب مين تاني يقولهم؟ ملك قولي. لا يا نرمين آية مش هقولهم، مش هتقوليهم، سوري يا ملك، لا يا نرمين مش هتقوليهم، ريحي نفسك. دي بول بقى بالذات عشان انتي اوريدي بعتيهم لي، مش هتقوليهم. قولي يا ملك. آية أويو تمام. أويو أويو أوي شطورة ترسة. طيب مين بقى يقول لي الحروف الساكنة
مع الآ كلهم. برضو ملك؟ لا، هاخد ريتاج. كندا رما ب س أ ج ش ك ت ف ه. شاطرة. سيرين مع اي. مع ايه السادة ولا اي الحروف الساكنة مع كي حرف المتحرك اي. كي ني ت را لا دي مش ده، ده بقت مع الآ. دي 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 ها مي بي سي اد جا. لا لا هي لا، هي هي جي اهدي تي بالراحة. تا كي هي جي تشي كي تي بي هي. تمام، بس انا عندي كومنت واحد. انتي قلتي هي مرتين، هي حرف الانج اللي هو هيبقى اي بس، انه الحرف الاولاني ملوش نطق، او الدايرة دي ما بيبقاش ليها نطق في الاول. ماشي عرفت. اني مدى مش الصيا. تمام. حد عنده استعداد ياخد الريسك ويقول لي الحروف الساكنة كلها مع حرف الأ؟ أنا شايفة قدامي جود، أميرة، ملك، سيرين، نرمين، غازي ومنة. عندكم استعداد حد فيكم يخاطر مع حرف هاي الأ؟ ده هو الشرطة. أو أنا ممكن من غير ما نفتح المايك. غازي go ahead. بس هو يبقى صعب شوية، بس أنا هحاول. إن هو حاول وأنا معاك، أنا عارفة إن هو ريسك. جو نو لا 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 لا، نو جو، يبقى أنت خليتها للشرطة اللي فوق. ك ن ك، أنا قلت حرف ال أ فهيبقى ك ن. تو ن دو لو مو تمام. م م بو م لا مو مش مو م. مو مو غازي دو. بصلي 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 لا بصلي بصلي، م م مش مو. لا الحرف نفسه يا جماعة احنا ما بنفتحش بقنا فيه كتير، وبيطلع هوا جامد، هو حرف رخم في نطق الحاجات دي. م ت ما س دو أ ج ش ك ت ف ف، فهو حرف رخم. انا عشان كده قلت اللي هيقوله ياخد ريسك. فعيد بقى تاني من الاول بالراحة وانا معاك. ولا قلت صعب. هو صعب، عشان كده قلت من الاول ان هو ريسك، هو فيه مخاطرة. لو مش عايز ما فيش مشكلة، بس كده وكده تتدربوا عليهم كلهم. خليني برضه احاول، ماشي خلي يلا. حد تاني، خليني المرة الجاية، خلي اي حد تاني مش مشكلة. ماشي. مين عايز ياخد الريسك تاني؟ انا اوريدي قلتهم فيبقى الموضوع اسهل. بصي يا منة، انا كنت هقولك قولي، بس بعد ما عملتي بايديكي كده يلا يا رميساء. ك ن د ر مي ما مي لا ولا لا 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 لا، كلهم مع أ، فيبقى ك ن د ر م ه ث أ ج ش ك ت ف ف. جماعة أنا عارفة إن هو مستفز. أنا والله مش بلوم عليكم، أنا عارفة إن هو مستفز، لأن غصب عنكم بقكم ما بيقدرش يفضل عامل أ كتير، فتلاقوا نفسكم من غير ما تقصدوا ف ها هو عايز يتفتح، انا عارفه عشان كده اخترته. جربي تاني يا رميساء معايا بالراحه. ترجمة
ك ن د ر م ب ش أ ج ش ف ت ه. با طلعت با مش ب، الانج طلع منك اعتقد او حرف تاني غير الا، الانج ملهاش نطق، هي بيبقى بس الحرف التاني هو اللي ليه نطق. بس اتليست تشالي ستايل قلتي حوالي اكتر من نصهم صح. ان طيب شاء الله مين ده تاني؟ هاني ميدا تشالي ستايل، مين تاني حابب ان هو يقول؟ منا ومالك مش هتقولوا سكة دغري. مين؟ روكا؟ د ك ن د ل م ب س زو زي ولا لا انتهى مش صح؟ زي الانج، حرف الشرطة ده يا جماعة او الدايرة دي في اول الكلام ما بتتنطقش، فانتوا اي ساوند هتقولوه بتبقوا هتقولوا الساوند لوحده، اللي هو لو هتقولوا اه هتقولوا اه، لو هتقولوا اه هيبقى اه من غير اي زيادات فيه. يعني تمام. إنج الانج ده اسم الحرف ملناش دعوة بيه، انت لما تيجي تنطقيه خليني اكتب لكم كده حاجة او اشير الاول عشان اعرف اكتبها لكم. انتوا شايفين PDF صح؟ تمام. انا الحرف ده اسمه انج، بس لما بيجي ليتنطق او يتكتب مع كلمة بتبقى ده كده، انا هنطق الشرطة اللي تحت بس، ده ملوش نطق، فهيبقى كأني بقول الحرف لوحده اه اه. يعني تعالوا ناخد كلمة ما فيهاش غير الحرف ده تقريبا، ده ايه؟ ايه الحرف ده في الحروف المتحركة ايه عادي، however في الأرقام الكورية الصينية ده حرف رقم 2، فانتوا هتلاقوا له actually كمان نقدر نقول سنة، فهو على حسب موضوعه في الجملة. مش بس كده، انا ممكن اقول ايه سرم، اللي هو انا مركزة او بتكلم على شخص معين زي ان انا بشاور عليه، فاي ليها استخدامات كتير قوي مع ان هو في الاول وفي الاخر حرف لوحده. طيب تعالوا جربوا قولوا مثلا ده. مين عايز يجرب أي ينطقه؟ اي أي اي أي نرمين، لو فتحنا المايك تاني من غير ما نستأذن انتي حر، أي هقتلك، هروح بيتكو واقتلك. اي يعني ايه؟ اي يعني بيبي، ففي حروف كده أيوة هتلاقوا الحرف ده موجود، هو ده ما بيتنطقش، انا نطقت ده ولا نطقت ده، انا نطقت اي اي اللي هو ده وده اي. تمام. فالحرف ده لما تيجوا تنطقوه مع اي حاجة احنا مش بنصح مش بننطقه، فما تتعبوش نفسكم في ان انتوا تفكروا فيه، هو الحرف المتحرك بس اللي بيتقال. تمام. روكا انتي اللي كنتي بتقولي صح، كملي. زي س أه. س ماشي. س ك أه. ك ف س ب ه ه. بس عندي حاجة، أنا افتكرت إن أنتي رجعتي تاني للشيات والإن، فمعلش ركزوا معايا في دول يا جماعة. الشيات س س أ ج ش ش، يبقى تاني هقولهم أنا، ولو حد عايز يجرب ياخد كمان حاجة يعني يجرب يقولهم تاني قشطة. ك ن د ر م ه س أ ج ش ك ت ه ه. تمام. طيب عايزين تجربوا تقولوا مرة كمان ولا نروح لحرف تاني؟
مش أميرة. د ن ل ا ت ه س ت ج. ثم كلهم ولا في حاجة؟ لا لسه في حاجات ناقصة، عديهم دايما على ايدك. قلت الت قلت الت ت واله والت والنيون والليل ما ما ه تل طيب خلاص مش مشكلة. طيب مين يقولهم لي مع اليو؟ نيو اليو اللي هي شرطتين لجوه، واقفة وشرطتين لجوه باصة ناحية الحرف. ايه يا جماعة، هو يعني ما فيش غير ميساء نيو ومنة ودوكا ونرمين وملك وأميرة اللي عايزين يقولوا. قولي يا بسملة. كو ماشي. لا مش كو، استني يا بسملة، احنا اتفقنا ان احنا هنقول اليو. ثواني يا بسملة، احنا اتفقنا ان احنا هنقول اليو، فمش هتبقى كو. كو دي اللي هي دي، كو دي يعني انا بقول ده كده، كو او كو، يو احنا بنقول دي اليو. مش حضرتك كويس. شباب انتوا كلكم سامعيني كويس؟ اه طيب بس تمام. مالك كده، يبقى عندك اه كده مشكلة تمام. في النت. طيب احنا عامة بنقول حرف اليو، الحرف ده طيب بس ملا النت اي ثينك عندك سيء قوي، مش مشكلة يظبط واعمليه. جودي. نقول كيو تمام. نيو كيا. نيا. ريو نيو بيو شيو لا مش شيا، شيا يو شيا. جود. ثواني ثواني ثواني، او انا ما الصوت سيء 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 سيء، صوتك بيقطع قوي. طيب مش مشكلة يظبط الصوت وتقولي معانا. مين فيروز. مين مع سامع برضو مين اليو. بقى ده؟ اليو يو مهم. ده بس مش حافظاهم كويس. فانا حاجة حاولي، انا معاكي. اوكي. يون سامعيني ميس؟ طيب هو انا سمعت ان انتي قلتي كيون، انا مش عارفه انتي جبتي النون منين، بس قشطه وبعديها سكتي. فتاني احنا مش بنقول الكلمه كامله، احنا هنقول بس لو انتي حطيتيها مع الك هيتنطق ازاي، مع الكيوك هيتنطق ازاي. ثانية كده. خدي وقتك. ما مش ممكن حد يقولها بعد كده هقولها بعدين. ما فيش مشكلة.
نرمين. كيو نيو ديو ريو ميو بيو تيو يو جيو تيو كيو تيو بيو هيو. أوه شطورة. طيب مين يجرب آخر واحدة مع يو؟ يمكن مين مين غازي. جيو نيو ديو رايو مايو. ثواني، تالت اوكي حرف ايه هو؟ اوكي جيو ديا. يبقى كيو كيو نيو ديا، عشان سمعك ديو. بتقول كيو لا دي ديو ديا. رايو لا مش را، را بقينا كاتبينها كده، سوري على الخط كده، بقت را يو رايو دي كده رايو، احنا بنقول ريو. ريو تمام ديو ميو ريو. بيو هم هم سيو هم يو جيو شيو كيو تيو بيو هيو. تمام مظبوط. طيب تحبوا ناخد كلمات بسيطة ولا لأ؟ تمام تمام لا مش مش اوكي تمام. ماشي. طيب تعالوا نشوف هنا كلمات صغيرة. انتوا عارفين، خليني اقول لكم ان احنا اتفقنا ان الحروف الكورية بتبقى عبارة جوه مربعات، وان انا ممكن حرف متحرك وحرف ساكن اعمل كلمة، وممكن احتاج اكتر من كده، صح؟ زي ما قلنا مثلا اننا ده كده ساوند لوحده او مربع واحد يعتبر لوحده معناه انا، وقلنا ان نو معناها انت. طيب في حد جه قال لي طيب تشو اللي هي دي معناها انا برضو، بس هي احترامية شوية او اكاديميك شوية، يعني هتلاقوهم بيستخدموها اكتر في الاكاديميك واي، او لو حد يعني اوقات لو مثلا رئيس الدولة بيكلم الناس اللي تحتيه فهو لازم يتكلم بصيغة الامي ده والسمي ده والتشا والكلام ده كله، فهي كنوع من انواع الاحترامية. في منهم هتلاقيه بيتكلم مثلا لو حد بيقابل اهل مثلا الجيرل فريند بتاعته، فساعتها يحاول يتكلم بشكل احترامي، لو قال تشو تمام، لو قال نا برضو تمام، لان الاتنين يعتبروا مستخدمين. فكده نا بتساوي تشو بتساوي انا، نو اللي هي انت. لو انا مثلا هاجي اقول اميرة، نونن اجوماني بايو، فانا بقول لاميرة دلوقتي ايه اميرة او انتي، يعني انا ادرست اميرة في الاول عشان تعرف، بس لو انا واميرة في conversation مع بعض فيبقى انا بقول لها انتي جميلة قوي. سوري يا جماعة. تمام، فبالتالي كلكم طبعا جمال، كلكم مفيش حد فيكم وحش. فهنا انا بادرس هير هي نو تمام. طيب تعالوا ناخد زي ما قلنا برضو معانا اي اللي هي ممكن تيجي بمعنى اتنين، رقم اتنين في الصيني، ممكن في الارقام الكورية الصينية، ممكن تيجي بمعنى سنة، ممكن تيجي بمعنى ايه كمان، يعني هما دول اكتر معنيين تحتاجوهم، الباقي في الجرامر مش مشكلة. طيب
ممكن نقول ايه كمان؟ تعالوا ناخد مثلا اي اللي هي طفل او بيبي. اي ممكن ناخد ايه كمان يكون سهل؟ ال ال دي معناها ايه؟ دي بتيجي بمعنيين، بمعنى واحد، رقم واحد في الارقام الصينية اللي هي ال اي، وممكن تيجي بمعنى شغل او عمل. ال طيب تعالوا نشوف مثلا نشوف ايه تاني، نبدأ نخرج برا الحاجات السهلة شوية. حد عنده خلفية شجرة يعني ايه؟ نامو نامو، صح، اللي هي بقى مكتوبة قدامنا دي نا مو نا مو. غازي انت كنت عايز تسأل على حاجة؟ كنت رافع ايدك عايز تسأل على حاجة؟ كنت انت بتسأل على بعض الكلمات، فجيب بالي كلمة كوكي اللي هي لحمة باين. كوجي، يس، موجودة في الكلمات هنا، هناخدها صح. تمام، كله اتكتب لحد دلوقتي. نعمل ذاكرة تيست ولا حرام؟ لا نكتب اللي في ست فاصل وبعد النا والنون. برضو يا بسملة أقتل نفسي يا أقتل لهوي، نفسي. بياني يو. بياني انتي قلتي يس سوري، بس قلتيها بطريقة مش احترامية لو انتي بتتعاملي مع حد أكبر منك سنا أو مرتبة، فهي مش غلط بس المفروض تزودي عليها يو. بياني يو، كم يعني ماشي يوم؟ أرصايا. طيب كوجي زي ما غازي قال، كو جي دي معناها لحمة أو ميت. كوجي دي معناها شجرة. نامو. غازي عايز تقول ايه؟ هو موضوع، معلش انا اسف، يعني موضوع الاحترام والسن والحاجات دي بتفرق في الكلام معانا؟ يعني لو احنا مثلا لسه مبتدئين، انا شايف حضرتك انك علقت عليه اكتر من كذا مره، لا الموضوع فالموضوع معايا ده انا هيفرق. لا مش مع حضرتك عامه، يعني مع بما ان احنا لسه الكوريين. بنتعلم، يعني ان احنا مثلا بنتعلم دلوقتي، فانا اكيد مش هعرف مثلا السن، مثلا ان هو كبير في السن صغير في السن، علشان فممكن كده اقول له احنا دايما بنتكلم باليو، يعني هي دلوقتي قالت لي بياني، فبياني هي، انا اسفة، هي ما غلطتش، هي قالت انا اسفة، بس بياني من غير يو معناها ان انا بقول انا اسفة مثلا لاخويا الصغير، لحد في سني، لصديقي. فاحنا الاساسي الاساسي في الكوري حد غريب عنك، حد ما تعرفوش، حد اكبر منك سنا او مكانة، او حد اول مرة تقابله، دايما بنتكلم باليو، بياني يو وماما يو. يعني هنسميها يا فندم، هي تبقى قاعدة أساسية معانا. يس مظبوط، تمام. اي كلمة تتقال من غير يو هتلاقي الشخص راح باصص لك كده، ها كده يعني. هتلاقوا سنس النيم هنري لو اتفرجت على الكلاسز الاعلى، اي حد بيكلمه بصيغه مش احترام، واسالوا نهى اوني على الموضوع ده عشان ادري لكم كان بيعمل فينا ايه، هتلاقيه بيقول لك ها what did you say he'll be like يو يعني يو كوماما يو، ويفضل يعيدها لنا عشان احنا نقولها. فاه هم بيركزوا في الموضوع ده جدا، فهي قاعده اساسيه. اي كلمه مثلا نايو تشايو نويو، اللي هو حتى لو انا عايزه، انا مش عارفه اقول ايه، بس انا مثلا جيت انده على بسمله، ففي كذا بنت عندي اسمها بسمله فور اكزامبل، فتقوم بسمله فاتحه المايك وكلهم كاتبين بسمله بس، فتقوم بسمله فاتحه المايك وتقول لي نايو،
قصدك عليا انا، فاقول لها اه قصدي عليكي انتي، فتقوم متكلمه. فهي يو دي بتضاف اي حاجه في الوجود عشان تخليها احتراميه في الكوري، او يعني اللي هو ينفع يتسال بيها. ماشي طيب. احنا اخدنا دلوقتي مجموعة كلمات الحمد لله نسيتهم كلهم عشان تعرفوا انا قد ايه معاكم صنص النيم دماغها شغالة. اخدنا نامو شجرة، اخدنا كوجي لحمة، اخدنا اي وقلنا ان ليها كذا معنى زي رقم 2 في الحروف الكورية الصينية، وزي ان هي بمعنى سنة. اخدنا ال اللي هي بمعنى رقم 1 في الحروف الكورية الصينية، ومعناها عمل. يعني انا مثلا ممكن اجي ايريل مانايو، كان عندي شغل كتير قوي، او الشغل كتير قوي. ايل بمعنى شغل او عمل. طيب اخدنا ايه كمان؟ اخدنا اي اللي هي طفل، اخدنا نا انا، تشو انا، نو انت. تعالوا ناخد مثلا اوري اللي هي احنا، اوري اوري احنا. الو بقى اوريكم قد ايه الحرف بيلخبط، او الحروف الكورية ممكن تلخبط. اوري 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 دي معناها بطة. بطة بجد والله، دي بطة. لما تبقى الشرطة لفوق بطة، لما تبقى لتحت يبقى احنا. سلام. فالحروف الحروف المتحركة مهمة جدا، اوقات بتتشابه في النطق بس لازم تبقوا عارفينها عشان تعرفوا تفرقوا ما بينها وتعرفوا سياق الجملة ماشي ازاي. اوري اوري الشرطة لتحت، احنا الشرطة لفوق بطة. ماشي اوكي. طيب تعالوا مثلا، مين عارف فراشة؟ الناس اللي متابعة الكي دراما وشها هتفتح المايك في ثانية تقولها لي. نبي شفت على طول. طيب لسه كنت مين يحاول معاكي. يكتبها؟ أنا ماشي اكتبيها يلا وريهيني، او اللي عايز ماشي يكتبها سهل. ويوريهاني يلا بينا. صح يا هاجر. ثواني استوب ماي سكرين تو بي ايبل تو سي. انتوا بتكتبوا ايه يا شباب؟ صح يا أميرة. ملك الكاميرا عندك مش واضحة. مش يا جماعة نظري على قدي. نرمين قربي شوية برضو، البتاع بعيدة قوي. نابي انتي كاتباها نابي مش نابي. احنا قلنا خلي بالنا من فرق الهوا. روكا ما انا وريني. مش عارفاها. مش عارفاها اصلا، ما اتفرجش على مش كي من دراما. محبي الكي دراما. لا 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 لا. هضطر اتفرج، هضطر اتفرج بس افوق بس شويه. هو ما انا فاشه ايه نا نابي بي نا بي. شطورة يا روكا، شطورة يا نابي. ملك. عاوزه واحده شطوره. وريني لا طب وانا بقى، طب جودي وانا انتي يعني البتاع مقلوبة. ومنا ثواني يا منى هشوف حالا. الروان مش باين انتي كاتبة ايه، بس انا شايفة انك كاتبها كابي. ريتاش صح، رميساء صح، منى عمرو صح، نورهان خالد صح، منى عدلي مش واضحة، بسملة صح، جودي صح. شمس صح، روان صح، منا صح،
جود صح، صح يا فيروز، صح يا حلا. طيب في كمان كلمة هو برضه الناس اللي بتتفرج على الكي دراما، صح يا غازي، هيبقوا عارفينها، which ايه is مغني. ده عندي كده فاسو ايه تاني ايضا كم فاسو جاسو كاسو؟ لا مش تاسو، جاسو كاسو. جاسو كاسو لا، اوكي هاجر اللي انت كاتباها كوسو، فاحنا كده يعني هنعمل نفسنا ما خدناش بالنا منها. كاسو مغني، كا كاسو سو. صح يا امير، كاسو نطقها كاسو كاسو. كاسو وخلي بالكو كا كاسو سو، عشان بس ما كاسو حدش يجي ايه كاسو غلط. كاسو صح يا نرمين. طبعا نرمين دلوقتي هتطير من السعادة. جدا غلط يا جود. أصلا سنين لو سمحتي كان عندي سؤال. اسألي يا روان. بصي، هو امتى اكتب اللي هي اللي هي فيها شرطة اللي هي عاملة شبه الإف المقلوبة، اوكي وامتى اللي هي التانية العادية اللي هي من غير شرطة؟ بصي هقولكوا على حاجة يا جماعة، هو معظم الحروف الكورية الانجليش امرو ما يسامش، خليكوا تشتغلوا بالوايت بورد، انا حرة. معظم الحروف اللي هي بتبقى سوري، بعض الكلمات الكورية في الغالب بتبقى بالكا العادية، الكيوك العادية، تمام لكن الكلمات اللي بتبقى تعتبر انجليش كوري معظم الوقت هي اللي بتبقى بالكلمة دي او بالحرف اللي هو فيه الشرطة ده. بمعنى خلوني مثلا اكتب لكم كلمة دلوقتي، تيجوا تجربوا تكتبوا كلمة اللي هي كاميرا. حد فيكم ماشي يجرب يكتب كاميرا؟ استنى مش عايزة اشير نافر خالص. سلام نصها صح، نصها صح يا ملك، مش كلها لسه. أنا مش شايفة بقى. طيب خلوني اوريكم الفرق ما بينها، يعني ما بين احنا بنقول انها انجليش كوري، تمام؟ فالانجليش الكوري في ايه يا عم، انا خلاص اوكي ثانك يو، هات لي نكتة البي دي اف. طيب ثواني عشان انا دلوقتي هكتب هنا فمش هبقى شايفة حاجة. هل هيبقى منطقي ان انا اكتب كا ما يا جماعة على الخط ده بجد را اللي هي الأساسية، هل هي بالنسبة لكم كده لو أنا جيت أنطقها ممكن تتنطق بالجيوت جاميرا، ولا أو هيبقى منطقي اكتر ان انا اكتبها بالكي كا مي را؟ في الحرف حرف ده احنا لسه ما احنا اخدناهوش، ما خدناهوش عشان كده الحرف ده احنا ما خدناهوش، كده وعشان كده كده مش انا يس انا قلت لكم احنا ما خلصناش الحروف كلها، فهي هتلاقيه اكتر الحرف اللي هو بشرطة ده اللي هو هنا، ده في الغالب بيبقى في الكلمات الانجليش المكتوبة بالكوري أكتر من هو في الكلمات الكوري الأساسية. طب احنا في كوبي تقريبا كنا كاتبينها بالعادية تقريبا، انا فاكرة كوكي، هي كوكي بالنسبة لا لك كوبي كوبي اللي هي القهوة كنا اخدناها في اول كلاس كوبي تقريبا كوبي كوبي كوبي. لا ما كناش كوبي كاتبينها كوبي بالعادية، كنا كاتبينها بدي لو أنا فاكرة صح. كوبي هو في مش يعني الانجليش بيتكتب فيه حروف كورية، يعني في حروف كورية بتتكتب بالانجليش. لا، هو في كلمات بالانجلش ملهاش يعني حاجة أساسية في الكوري، يعني أنا هكتب كلمة كوبي
فكوبي هي في كلمة كوفي في الكوري، بس هي مش مستخدمة، يعني مش هتروحي هناك تلاقي حاجة مكان كوفي شوب أو كوبي شوب مثلا، هتلاقيه كاتب كلمة غير كوبي، هي كوبي المستخدمة أكتر. مثلا زي ايجيبت، تعالوا أوريكوا حاجة لطيفة جدا. ايجيبت مش المفروض إن ليها طريقة كتابة معينة؟ ده أي بلد؟ تمام. طيب شوفوا كده، دي ايه، استنوا خليني اظبط الكتابة اكتر شوية. ايجيبتن بالظبط، ايجيبتن ايجيبت. برضو امريكا هتلاقوها بتتكتب بنفس حروفها، هي مش بتتغير. مش ايه امريكا مارو جيب ت، فهي نفس نطق الانجليش بس كتبته بالكوري. فهتلاقوا ان في كلمات في الكوري ملهاش لغة كورية صريحة ليها، هم واخدين الكلمة اللي بالانجلش وكاتبينها بالحروف الكوري. طيب بما اننا في كلمة جيب، جيب لوحدها يا شباب يعني بيت بيت، جيب معناها بيت بيت. اه تمام. طيب تعالوا نشوف كلمة تانية، أجرب أخليكم أنتوا تقولوها. داري، داري، داري يس، اكتبوها لي كده، داري داري. غازي أنت عايز داري تسأل على حاجة ولا رافع إيدك عادي؟ لا، كنت عايز أسأل على حاجة. اسأل. أنت من شوية كتبت كلمة بيت حرفين تحت بعض أو بالكوري، عشان في طب واحدة حاجة في الحروف الكورية اسمها الباتشم، ما تستعجلش، أنا همشي معاك سيكا سيكا. الباتشم ده لا أنت استنى، بتاخد، قولي لا استنى، شفتي كتبتيها، فبالنسبة لي دي يعتبر أول مرة، عشان كده أنا بسأل. يعني في حاجات أنا آخدها يبقى تحت بعض، ولا كلها يبقى جنب بعض زي ما بنكتب؟ في كلمات في الكوري بتبقى مربع، حرف يمين حرف شمال حرف تحت، زي كلمة جيب، زي كلمة لا في كلمات كتير، زي كلمة من أو a lot. خليني أشير كده معاك، هي بيت معناها جيب صح؟ جيب. فين البي دي اف؟ أنا عايزة البي دي اف عشان اعرف اكتب لكم بس عليه، بس ده ليفل اعلى شويه، فمش عايزه ادخلك فيه قوي دلوقتي، لان اصلا لما بتيجي تقوله بيبقى في حروف بتختلف. خليني اجيب ده دلوقتي، هبص يا جماعه حالا على اللي انتوا كاتبينه، ثانيه واحده بس. دي مثلا من اللي هي اللط او حاجات كتير، زي ما كنت لسه بقول ايريل مانايو، شغل كتير. فلا لسه احنا ما اخدناش كل الحاجات اللي انتم ممكن تحتاجوها، بس خلينا نمشي ستيب باي ستيب، ان انتم تحسوا انكم بدأتوا تعرفوا حروف او تعرفوا كلمات في الكوري، which is حقكم. تمام. خلينا نشوف مين كتب بقى داري. صح يا أميرة، صح يا هاجر، صح يا فيروز، صح يا رميساء، مين كتبها تاني؟ صح يا نرمين، صح يا جودي، مين تاني كتب؟ روان الكشكول بعيد، أنا مش شايفة انت كاتبة ناري ولا داري. داري صح، صح يا ملك، صح يا نورهان، صح يا بسملة، صح يا رؤى، صح يا منة، صح يا منة التانية، صح يا جود، صح يا أماني.
طيب يعني ايه داري؟ حد عارف؟ سمعتها قبل كده بس مش فاكرة المعنى. طيب داري ليها معنيين، اول واحد اللي هو جسر بريدج، فداري ممكن تيجي بمعنى جسر او بريدج اللي هو بيبقى عليه العربيات ده، وممكن تيجي بمعنى رجل اللي هي اعتقد بالمصري ليج عندنا اللي هي، لا مش الصوق مش كل الليج يعني، الصوق مش الليج كلها، الكعب الساق. صح، ريت تقدروا بس ان انا الانجليش بتاعي العربي بتاعي رايح في داهية. ترجم لك أنا ياه ياه ياه، ماشي. طيب تعالوا نشوف بقى كلمات تانية. طيب احنا كده اخدنا نابي، اوريدي اخدناها. تعالوا نشوف بقى الكلمات التانية اللي هنا. كاسو اخدناها، داري اخدناها، دي مين ينطقها لي؟ موجي بازي موجة انا احنا لا لا سلا ثانية ثانية ثانية، احنا بنرد كده، احنا اتفقنا على كده، ما اتفقناش على كده، مش هتقوليها يا نرمين. أميرة، موجة موجة، صح، موجة اللي هي طاقية أو هات، تمام. طيب في إيه كمان؟ تعالوا ناخد كمان 4 كلمات. نرمين انطقي لي الكلمة دي. كده باجي بنطلون باجي، بنطلون، مظبوط، أو تراوزر. مين كمان مين كمان مين كمان؟ لا ايه ده، لا لا لا، طيب مين كمان عاوز ينطق، يجرب ينطق؟ ملك، قولي لي ده. ده ساشي لا احنا قلنا ده جا جا، باجي يبقى ده ساجا ساجا اللي هو ايه؟ أسد أسد. طيب مين كمان مين كمان مين كمان ينطق؟ هاي بنت ريتاج. ريتاج، كيتشا، كيتشا، دي تشا بقى، دي جا، دي تشا، كيتشا اللي هي ايه؟ اللي هي قطر. كيتشا كيتشا كيتشا، كيتشا 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 مظبوط. طيب كيتشا كيتشا، طيب آخر واحدة مين يجرب ينطقها؟ منا. هلا والله هلا يا روحي. شفتي، سبت كل السهل. الحمد لله. بوتو بودو بودو بوتو بودو بودو بودو، يعني ايه؟ بودو اوكي انا انا عنب. بودو يبقى يلا بينا نلعب لعب الذاكرة. نبدأ بإيه؟ أقول الكلمة بالعربي بقى وأسيب لكم الاتنين؟ يا لهوي ماشي. لا ماشي نبي. شوية فراشة لا أنا مش عايزة، مش عايزاكي مش تقولي كده معناها. يعني تاني، سهل ماشي عارفة اللي هو اقلبي كده ورقة جديدة، يلا وينا. عارف.
هو طبعا الخط تحفة بس تمام. صح يا ملك، صح يا منى، صح يا بسملة، صح يا هاجر، صح يا أميرة، صح يا فيروز، صح يا جودي، صح يا منى عدلي، صح يا منى عمرو، صح يا سيرين. طيب أنا عايزة دلوقتي لا يا ريتاج كده، أنت كاتبة ني ني بي مش نابي، تمام؟ طيب نابي، صح يا منى عمرو. طيب أنا عايزة كلمة جسر. كلمة جسر. داري، صح يا أميرة. أنا صح؟ داري، صح. صح يا منى عدلي. منى أنا مش شايفة بتاعتك، منى الوضاح بعيدة قوي. صح يا جودي، صح يا رؤى، صح يا بسملة، صح يا منى عمرو. داري، صح يا منى الوضح. صح نهى أني. أماني، صح. ملك، صح. طيب أنا عايزة كلمة نارا. نارا، نار صح؟ نارا. نارا، صح هاجر، صح أميرة، صح يا سيرين. نارا، مين تاني؟ صح يا نرمين، معنى ايه؟ مش هقولك. جودي، صح. فيروز، صح. بسملة، صح. منى عمرو، صح. أنا صح؟ ريتاش، صح. منى كده عدلي، صح؟ صح. هلا، صح. محمد غازي، انت كاتب دارا، انا قلت نارا. نارا، كده صح؟ مين كده صح؟ نور، نا نورهان خالد، انت كاتبة ناري. نارا، نارا. منى الوضاح، صح. جود، نعم. صح. ملك، صح. شمس، صح. روكا، انتي كاتبة ناري، انا قلت نارا. حد عنده اي خلفية او معلومة يعني ايه نارا؟ بلد أو country. صح أميرة، صح. هي معناها بلد او country. نارا، صح. طيب كاسو، كاسو يعني كاسو. كاسو 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 بتقولي كاسو ولا كاسو كاسو، كاسو. كاسو كاسو، صح يا جوج. كاسو، ريتاج ركزي، كاسو. صح يا نرمين، غلط يا فيروز، انت كده كده كاتبه كس، ده اللي انت كاتباه، انا قايله كاسو. سو، بطلت تتريق عليا يا نهى، مش هقول نهى عني. كاسو، صح. لا هاجر، لا كاسو. مش عليك يا أساس أنا أصل قصة يعني كسفة عشان كده بس مع اختلاف الكيوت فعشان كده ضحكت هي كاتبة كس ده اللي ضحكت كاسو، صح يا ملك. أرايو نهى النيجا. في مين كمان؟ رميساء، صح. منى الوضاح، صح.
من عمرو صح، رؤى صح، جودي صح، أماني. أماني انتي كاتبة كاس، يعني انتي كاتبة القاسو، احنا قلنا الشرطة اللي هي الكي اللي فيها الشرطة دي، او الكيوك اللي فيها الشرطة دي، لما تبقى كلمات انجليش دكوري، يعني هي كلمة اصلا كلمة انجليش بس احنا بنكتبها بالحروف الكوري. احنا هنكتب كا العادية اللي هي الكيوك، اول حرف احنا اخدناه. منا انتي كاتبة ناسو مش كاسو، منا عدلي كاسو. صح يا ريتاج. دلوقتي سارة الكلمة مش واضحة قوي، بس لو انتي يعني انا شايفة ان انتي كاتبة السول اللي هي الشرطة واقفة لفوق، فلا غلط سارة، غلط. كاسو كاسو. فيروز انتي جماعة الحرف تاني، خلوني اشير معاكم علشان الحرف ده هيبدأ يعمل لكم لخبطة. شير اهي كا سو. انا امتى بكتب الحرف اللي هو كده؟ لما تبقى كلمة انجليش ومكتوبة بالحروف الكورية، زي كاميرا، هي كاميرا، that's it in English, it's camera. فانا بكتبها بالكوري ازاي؟ كاميرا، فساعتها استخدموا الحرف ده. كوبي، كوبي يعني كوفي، قهوة، فساعتها هنستخدم الحرف ده. لكن لو أنا بقول كلمة في الأصل كورية، حروفها كورية، نطقها كوري، نبقى بنستخدم ده القال العادية. تمام؟ طيب أي كده صح؟ صح يا هاجر، صح يا جود، صح يا ملك. صح يا غازي، صح يا ريتاج. صح يا فيروز، بس ما تبعديش يا فيروز الحروف عن بعض. صح يا نرمين. سمسون نيم، ده ممكن تعيدي صح انت يا قلت جودي. نكتب ايه؟ اي ايه؟ اي تمام سامي. صح يا منى عمرو، صح يا اماني، صح يا منى الوضاح، صح يا بسمله، صح يا رؤى. مش صح سامي من حضرتك نعم. بس كلها؟ لا لسه في اي. صح يا رميساء. سارة انا مش شايفة ايه اللي انتي كاتباه بصراحة. صح يا روكا، صح يا نورهان. تكمن يا روبن، ثواني وهبقى معي. سوري يا شباب، لحظة دخول في حياتي الخاصة، القطة كانت خلاص صحيت من النوم وبتتخانق معايا عشان مش فاتحة لها البيت، فقعدت تضرب فيا، فقمت افتحه لها، أنا آسفة. طيب ناخد كلمات تانية. ليه مش كفاية كده خلاص احنا ماشي زهقنا؟ احنا بس ليه؟ كنا انتهيت خلاص. لا كفاية احنا الصراحة. اتلخبطنا، كله دخل في بعضه تقريبا. طيب هقول لكم على حاجة. ما معنى أني الأول؟ أني من كتر أختي الكبيرة. أختي الكبيرة. أو أختي الكبيرة. طيب
ممكن عموما نعمل حاجة تانية بدل الكلمات، ممكن انا نعمل حاجة تانية بدل، نسيت معظم الكلمات من كتر الكلمات. طيب كتبتهم استنى لكن هقول ما لكم حاجة، حفظتهم. هقول لكم على حاجة كويسة. ايه رأيكم آخر 10 دقايق دول أو آخر ربع ساعة كده هنتكلم شوية عن الحاجات الكورية أو الثقافة الكورية شوية؟ في حاجات طبعا الناس اللي بتتابع دراما هيبقوا صمنها، ومصمنها كده وما ينطوا في بقي قبل ما اتكلم. انا حافظه طبعا شويه حاجات كده عن كوريا صغيره قوي. تمام. خلونا نتكلم مثلا عن الألقاب اللي أنا مثلا بستخدمها مع أو الكوريين بيستخدموها بشكل عام. بس أنا مش عايزة حد ينط في بقي، لو نطيته في بقي هديكوا كلمات تاني. فل. لا 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 خلاص بلاش. خلاص يا ميس. لا تمام. طيب اللي رافعين الأول، غيتي أنت عايز تسأل على حاجة ولا رافع إيدك عادي؟ لا، عايز اسأل السؤال بس بما انك هتدخل على الثقافة الكورية، يعني اوكي دلوقتي احنا مدارس كتير بتتعلم، مش عارف ثانية انت بتتكلم ثانية صح. واحدة واكيد في ناس قبل ما اشتغلوا ثانية هناك واحدة في عشان كوريا صوتك او بيقطع بيدرسوا في قوي. كوريا كانوا عارفين. ثانية واحدة، هو أنا مش عارفة الشبكة عندك ولا عندي، بس هو فجأة الصوت كأنه بقى أسرع من الصورة، حاجة زي كده. قول بقى كده تاني. طيب دلوقتي عارفين في ناس بتدرس كوري وبتسافر كوريا، ان كان مثلا بيزنس او دراسه او الحاجات دي كلها، ان كانوا عرب او من دول اسلاميه او بغض النظر عن الديانه بتاعتهم، هو في حاجات للعرب هناك او للعرب يعني عندهم فكره عننا طبعا يعني، ولا طبعا. هو امتلكت اصلا بقى تقريبا من هو في اوريدي حاجات كتير جدا للعرب، وفي ناس كتير بتدرس اللغة العربية من الكوريين، وبيدرسوا اللغة العربية الفصحى، وبيروحوا بلاد زي ثقافات كده، او زي ما تقولوا رحلات ثقافية لليمن والدبي والاردن، وبيجوا مصر بس علشان يندمجوا مع العرب. فاه هم عارفين عننا. طيب هناك في كوريا، طبعا في اماكن كتير. اولا في مسجد هناك كبير جدا، وهو يعتبر شبه مسؤول عن لو اي حد قرر يسلم او اي حاجه زي كده. فاه هو موجود، العرب موجودين في منطقه كامله زي شارع كده، هو عباره عن اكل حلال بس للمسلمين او للناس اللي هي بتاكل الاكل الحلال بس. فاه هو هي الكوريين تقريبا عارفين عشان عننا. كوريا عارفة، هي تقريبا عشان كوريا عارفة ان معظم معجبينها من العرب، هما بيجهزوا لهم معظم الحاجات اللي زي دي. انا مش قصدي والله ابقى رود مع حد، بس احنا اتفقنا ان محدش هيتكلم without raising، يعني من غير ما يرفعوا ايديهم او ان انا ادي permission ان هم يتكلموا، واتفقنا ان احنا لو هنتكلم عن الثقافة فانا مش عايزة حد ينط في بقي اوكي والله من غير ما ابقى رود مع اي حد، بس احنا اتفقنا على كده قبل ما ابدأ. طيب غازي، انا كده جاوبت سؤالك؟ شكرا لكم. تفضل. تمام. طيب خليني أبدأ باللقب اللي أنا على طول بقوله لنهى. نهى أني 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 ده لما تبقى أنا هنده على حد أكبر مني سنا، من بنت البنت. خلوا بالكم من النقطة دي جدا، أني بتتقال للبنت الأكبر مني بعد اسمها، أو أني بس أنده عليها أني بس، للبنت من بنت لبنت أكبر مني، وطبعا يبقوا يعني قريبين من بعض او بشكل من انواع الاحترام. فانا عشان كده بعد اسم نهى، نهى اني، يعني زي كاني بقول اختي الكبيره نهى. طيب من ولد لبنت اكبر منه، نونا. نونا دي ممكن ناخدها از كلمه علشان هي مش صعبه، وانتوا اللي جبتوا لنفسكم. نونا هو احنا مش قلنا هنسكت عشان ناخد نونا، والله يا جماعة ما نوتة؟ صعبة. نا، شفتوا؟ هي سهلة. دلع مامتي يا طبعا يا بيس، شفتي؟ مش هتواجه فيه مشكلة. ودلعي للأسف. طيب يعني اهو نونا. تمام. فلما لما بيبقى من بنت لبنت أكبر منها أني، يعني أنا المفروض مثلا أقول لنرمين نرمين أني عشان نرمين أكبر مني، نهى نهى أني عشان هم أكبر مني من بنت لبنت. طيب خلينا نقول مثلا لو أنا هاجي
أقول إيه، من ولد لبنت لأي أيا يكن إيه السبب، من ولد لبنت يقول مثلا نهى نونة. ممكن أسأل سؤال؟ إيه يا شمس؟ هو الكلمة انتي سائلاها نونة أني معناها ايه؟ نونة لا أختي نونة. الكبيرة، هما الاتنين معناهم أختي الكبيرة، أو كنوع من تمام. أنواع إن أنا مش بأدرس الشخص الأكبر مني كده بمنتهى البساطة. بس الكوريين ما ينفعش مثلا ولد يروح يقول لنهى نهى أني، يتشك في أمره. فإحنا بنقول إيه؟ هو بيقولوا نهى نونة أو نونة على طول. أنا أقول عشان أنا بنت لنهى يعني بنت زيي، نهى أني أو أني على طول. تمام؟ طيب نهى لو بتكلمني أنا تفتكروا هتقولي إيه؟ أختي الصغيرة فعلا. هي أني نهى مش مطلوب منها إن هي تعمل لي لقب معين. يعني نهى لو ندهت عليا آلاء بس فهي مش غلط، لأن هي أكبر مني سنا. يا ميس ملناش تمام؟ احترام ولا يا ميس؟ اه سكة دغري. اه مفيش الكلام ده. بس طبعا نهى أني بتقولي صمص نيم عشان أنا مدرسة بتاعتها. طيب نيم بقى اللي هي بتقولها في آخر الكلمة، صنص النيم. نيم دي ممكن تضيفوها لأي اسم احترامي، بمعنى يعني ممكن بدل ما أقول نهى أني أقول نهى النيم، بدل ما أقول مثلا نرمين أقول نرمين نيم. دي زي أستاذة أو أستاذ، هي للمذكر وللمؤنث. غازي النيم، شمس النيم. فأنا كده كأني بقولك أستاذة شمس، أو بتعامل يعني باحترام. مش معنى كده إن أنا لو قلت شمس بس فأنا بهينكم، لأ، بس ده المستوى الاحترامي وإحنا بنتكلم مع حد بشكل عام. تمام؟ طيب الناس اللي دارسة أكاديميك أو ليها في الحاجات الأكاديميك هتسمع كلمة شي، شمس شي، نهى شي، هي برضو معناها أستاذ أو أستاذة، بس مش مستخدمة في الكلام. يعني هي موجودة أكاديميك وممكن تلاقوها وانتوا بتذاكروا أي أكاديميك، بس هي مش موجودة يعني مش مستخدمة قوي. تحبوا تشوفوا بتتكتب ازاي؟ تتكتب بس، مش كلمة تحفظوها، بس تشوفوا هي بتتكتب ازاي. اوكي نهى قولي تحب عليك التانية. كده هيموتونا مثلا. لا بجد، هي بس علشان تعرفوا الكلام اللي انتوا سامعينه تحطوه على ايه. دي هنا نيم اللي هي نهى النيم، صنص النيم، أميرة النيم. طيب شي اللي أنا كنت لسه بقولها ده برضو حرف احنا يعتبر لسه ما أخدناهوش، انتوا بتكتبوا الشي مرتين أو الشيات مرتين وجنبيه شرط، نهى الشي. ده أكاديميك أكتر من هو أي حاجة تانية، مش هتلاقوه بيستخدم في الكلام كتير. حتى صنص النيم هنري لو جه ينادي على حد فيكو هتلاقيه بيقول مثلا أميرة النيم، مش هيقولوا أميرة الشي. ليه؟ هي مش مستخدمة كلاما. كلاما يعني لما تيجوا تقولوا لحد أميرة الشي هيعرف إن أنتي دارسة أكاديميك كوري، بس مش اللغة المستخدمة بسهولة. فهو مش غلط بس مش مستخدم. يعني مش تمام؟ لو قلنا لحد كوري بنحترمه عادي، هو يعني مش حاجة، مش غلط يعني. مش غلط بس اكاديميك اكتر، يعني هيحس ان انتي مش واحده من مش فلوينت في الكوري، مش واحده يعني عارفه اللغه الكوريه الدارجه زي ما بيقول. اوكي بس هي مش غلط، هي برضو ستيل معناها استاذ او استاذه. طيب اني اللي انا بقولها اهي، اني اني سوري يا جماعة الخط السيء، أني نونة دول
دي من بنت أصغر لبنت أكبر، دي من ولد أصغر لبنت أكبر. طيب العكس مالهمش حاجة، بس لو حد مالناش بيتكلم مقادير. كفرد تالت ده حقيقي. يا جماعة بس عشان أنا صغيرة في البيت، بس لو سمحتوا. anyway لو حد أنا جه جوزت غيري. يا بختك، حد أكبر حد أصغر. هو أنا لو عندي جه سؤال بس، هو نونا مش المفروض بتتكتب اللي هو اللي هي الأو اللي هي من فوق، اللي هي الشرطة من فوق او سوري صح، نونا. من تحت، سوري انا ما اعرفش ليه كتبتها كده، كتبتها مره كده ومره كده، سوري. طيب كده كفايه عليكم الكلمات، بعد اذنكم يا جماعه اللي كتب كل الكلمات يبقى يبعتها الجروب لما نفتحه، او يبعتها لي وانا ابعتها، ان انا عندكم سنسني مذاكرتها تحفه. هنتدرب على ايه المره دي تاني؟ الواجب بقى اهو اهو، عشان سنسني ما عايز يتكلم معاكم. تمام. هو قولي انت الواجب كتبتي هبعتها لكم. ماشي. ليه بعتلنا كل الحاجات اللي احنا خدناها، عشان انا معيش النوت بوك وما كتبتش حاجة. يا جماعة اللي كتب كل الكلمات بعد إذنكم يبعتها. انا مش متأكدة كده كتبت كل الحاجات بتاعي. هو انا لو ما وأنا سجلتش هشوف. يعني، هو المفروض لو انا ما أوكي كتبتش حاجة او ما سجلتش عادي اكتبها بعد هبعتهم. ال يس بلس. عادي، فين انا كتبت المشكلة؟ دول، عارفة دول كلهم على بعض. ايه الواجب؟ أقوله بقى عشان لو ما بعتش على الجروب النهاردة محدش يقول لي حاجة. غازي عايز تسأل على حاجة؟ وانا عايز يعني زي طلب كده، ممكن تعمله لنا لينا وللجروب بعد اذنك. خير. هيبقى هو بص هيبقى اسهل لنا طول ما احنا بنسمع الكلمات اللي في قلب اللعبه، ياه بس الكلمات كلها زي بعض ما بنعرفش ننطق الحروف او نسمعها مظبوط. فاستاذنك بس في حاجه، ممكن مش تاخد منك وقت طويل، احنا محتاجين الحروف الساكنه تمام مع كل حرف متحرك، على الاقل نقدر نحفظه، هيبقى فاهمين نطقك انت هيبقى عامل ازاي، مش تاخد مننا وقت. يعني احنا عشان ممكن ننطقها، ممكن ننطق مثلا بدل مثلا ما اقول يو ممكن ادخلها في حرف غير الحرف، هتبقى بالنسبه لي متلخبطه، فده يعني استسمح ماشي، مننا مفيش ليك يعني في مشكلة. الاول. أنا عارفة مفيش مشكلة، بس خلي بالكم من حاجة، إن انتوا برضو عندكم المفروض، أو هنري سانس نيم الطريقة بتاعته مش إن هو بيديكم الحاجة جاهزة لسبب واحد، هو بيخليكم تشتغلوا على الويب سايتس. ليه؟ لأن زي ما في لكنات في العربي في لكنات في الكوري، والناس اللي بتتفرج على دراما هتلاقي الموضوع ده جدا. يعني في لكنة بوسان، لكنة بوسان دي لوحدها تودي في داهية، حرفيا تودي في داهية، ريحة هتدمر حياة تمام. البني آدم، بتدمر حياة البني آدم حرفيا. فهي في لكنات مختلفة، فانتوا محتاجين تستخدموا الويب سايت في ان انتوا تسمعوا لكنات مختلفة. واكبر دليل على كده، انا كان في حد بعت لي اول مرة عمل مثلا 6 من 20، بعديها 10 من 20، بعديها 15 من 20، وده معناه ان انتوا مع الوقت بتبدأوا تدركوا اللكنة. فانا ما عنديش مشكلة، ممكن ابعت لكم الريكوردات دي، بس انتوا هتعتمدوا عليها ومش هتخشوا تدوروا في الويب سايت. فبالتالي لو سونس نيم هنري جه يتكلم معاكم، انتوا مش هتقدروا تفهموه قدام. ليه؟ لأن لكنته بالنسبة لكم هتبقى مختلفة تماما عن لكنة مصري كوري بيتكلم. أو فعشان كده إدمان. أنا بحتاجكم تحتاجوا أو بقول لكم ذاكروا من الويب سايت أو ذاكروا اللينكات، اتدربوا مرة واثنين وثلاثة. يا جماعة هاتوا زيرو، أنا ما عنديش مشكلة، أنتوا لسه بتتعلم، بس الزيرو ما يقفلكوش. مش معنى كده إن أنتوا وحشين، مش معنى كده إنكم ما بتذاكروش، لا أنتوا بتذاكروا كل حاجة، بس انتوا بتحتاجوا وقت علشان تتعودوا على الاكسنت اللي انتوا ما سمعتوهاش. بس تمام، انا هحاول ابعت لكم الريكورد، بس ده مش معناه انكم تعتمدوا على كلامي انا بس. هبعت لكم الريزي اللينك اللي احنا هنلعب عليه زي ما عملنا يا هبعت لكم اللينك اللي هيبقى عليه تا يا الكلام ده كله مع الحروف نفسها، كل دي جيمز ممكن نلعبها. عايزاكم تتدربوا على الكلمات وعلى الكلمات اللي احنا اخدناها، طبعا دي بالنسبه لكم هتبقى حفظ، الكوري عباره عن كلمات. دي اول حاجه. تاني حاجه ان اقول لكم ايه تاني، الكلمات دي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه هلعب معاكم بيها وانتوا احرار. بصوا ضحكتي بريئه خالص. وهناخد كلمات اكتر، وممكن نحاول نخش في الحروف المتحركة الاعلى سيكا،
بس لسه الكلام ده مش أكيد، بس هيبقى حروف أكتر من ما هو أي حاجة. وهنتكلم برضو على حاجات تانية في الثقافة. الواجب إيه هو؟ اللينكات اللي أنا هبعتها، اللينك اللي إحنا لعبنا بيه النهاردة ولينك تاني، نحفظ الكلمات ننطقها وتنطقوا الحروف المتحركة مع الساكنة بالآ يا أو يو أو يو أ إي أو يو. تمام؟ طيب نهى أوني you wanted to say something؟ يا ريت. Thank you. Enjoy. Yay, I'm free. طيب هو مش انت بس يا سانسن الاء اللي عايزه تعملي جيم الاسبوع اللي جاي؟ هو بما ان الاسبوع اللي جاي يا جماعه انتوا عارفين ان هو خلاص هيبقى اخر اسبوع للاسف في الشهر المجاني، وعايزين نقول لكم ان احنا استمتعنا جدا معاكم بجد، يعني الموضوع في الكلاسيس معاكم كان مش مجرد ستودنت وسانسنيم، لا الموضوع كان فريندلي كده شوية، مش زي الكورسز اللي بتبقى أكاديميك. ونتمنى إن أنتوا تبقوا معانا بقى في الاشتراك بعد كده، يعني بعد الأسبوع اللي جاي ما يخلص إن شاء الله هننزل إعلان على الجروب بالنسبة للاشتراكات لو أنتوا حابين، وطريقة الدفع والحاجات دي كلها هندخل في الديتيلز دي. بس هو الأسبوع اللي جاي يعني هي مش سانسيم بس اللي عايزة تعمل جيمز معاكم، هو سانسيم هيدري كمان عايز يقعد آخر ساعة معاكم في الأسبوع اللي جاي برضه يعمل جيم. فدي بس كانت جماعة خلاص مش السربرايز اللي هعمل كان لكم عايز جيمز. لا سونس انتوا النيم الاثنين بقى. جه هنري سونس النيم ألعب هنري سونس النيم يا جماعة هتقتلكوا أوي أوي. فهو هيبقى اول ساعه هيبقى مع سانسلم الاء في الجيمز، والساعه الثانيه هتبقى مع سانسلم هنري في الجيمز. وانصحكم ان انتوا تدخلوا على اليوتيوب تشوفوا الكلاسز اللي اتسجلت ليوم السبت للمستوى الاعلى شويه، تشوفوا طريقة الجيمز بتاعت سانس اللي هتبقى عاملة ازاي عشان تتدربوا عليها. يا اما واهم حاجة حضروا ازازة المية جنبكم. قلبي انا هتعب الاسبوع الجاي. لان اللي هيجاوب غلط هيشرب مية، فحضروا ازازة ازازتين، واتفرجوا على الفيديو كتير بتاع يوم السبت، تشوفوا كده انواع الجيمز بتاعت سانس اللي هنا عاملة ازاي. وبس كده نشوفكم الاسبوع تعبتوا اللي جاي ان عليا شاء الله. بجد، صعبتوا عليا. انا لسه نرمين عايزة بشرب لغايه تسألي على دلوقتي. حاجة؟ عايزه اقول ان الاستاذه نهى تترجم لنا بقى عشان انا في الانجليش ضايعه ضايعه لا ضايعه. ما تلاقيش ما تلاقيش، هتفهموا لوحدكم بس ما تلاقيش برضه. انا بدخل معاه كل مره السبت بس ما ببقاش طبعا مركزه قوي، بحاول ان انا افهم شويه بس برضو يعني مش قوي، ساعات لا افهم وساعات تمام لا. ما فيش مشكله، انا ببقى موجوده السبت ماشي بشرح لكم برضه ما فيش مشكله. بس تمام، جهزوا شكرا. جهزوا ازازه ميه وكوبايه، كوباية شفافة، كوباية انا مية حافظه ده، شفافة. انتي مجربة شربتي قبل كده؟ حافظه مش، لا هم اللي بيشربوا انا برضه. بس بتسمع بشوف. ايوه فيروز عايزه بالظبط. تقولي حاجه؟ طيب انا مش حافظة الحروف كويس، فانا هحفظها وبعد كده هبدأ في الحروف اللي انتي قلتيها عليها، صح كده؟ او الحروف يا جماعه لازم تبقوا عارفينها كويس جدا، اسم الحرف ايه هو، ومع نطقه مع الآ يا أو يو، كل الكلام ده مهم جدا 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 عشان تمشوا للليفل اللي بعد كده، من غيره مش هتقدروا تكملوا. حاجة كمان، الناس اللي حابة ان هي، انا يعني معرفش تفاصيل بس اللي هتكمل معانا اساس بالاشتراك، الفكرة كلها ان لو انتوا مش هتبقوا فاتحين الكاميرا فمش هيبقى الانتراكشن بتاعكو بنفس سهولة الناس اللي بتبقى فاتحة الكاميرا، ف خلوا البوينت دي عندكم بليز لو هتكملوا عشان تاخدوا اكبر استفادة ممكنة، افتحوا الكاميرا. احنا يا جماعة عادي، انا محجبة وبفتح، نهى اني حد كبير ومش محجب وبتفتح، كلنا بنفتح عادي والناس زمايلكم بتفتحوا، فاتس نوت فير ان هم يعني يبقوا ملتزمين بالرولز وياخدوا نفس البريفليج بتاعت الناس اللي مش فاتحة او اللي مش فاتحين، ياخدوا نفس البريفليج، فبالتالي طب خلاص انا افتح ليه؟ ودي قاعدة أساسية عند الكوريين زي ما نوها أني قالت المرة اللي فاتت. روان عايزة تسألي على حاجة؟ عندنا دقيقتين قبل ما أقفل في وشكم الميتنج. تو دغري. احنا طبعا انا ان شاء الله هكمل وكده، فهل هيفضل نفس الميعاد ولا برضو يعني مش هينفع يتغير؟ بصي اللي أنا عارفاه إن هو المفروض هيفضل نفس الميعاد، بس أنا لسه مش متأكدة. أنت الميعاد ده فيه إيه مشكلة بالنسبة لك؟ الكهرباء بتبقى قطعة، الموبايل عندي بيبقى يعني بعافية حبتين، فاهمة؟ أنا بفتح من الداتا اوكي عادي بس هو
معاه في حبتين كده في حوار الميتنج ده، بيسخن جامد وبيقطع وما بقاش سامع كويس وكده، فانا ببقى فاتحه طيب من اللاب لما الكهرباء تيجي. طيب هقولك على حاجة. احنا for now على حسب برضو الكلاس، يعني سونسوني مش عايز طبعا يبقى الكلاس كبير كده، وبالنسبة له بس ده كان الشهر المجاني، فلو كان العدد كبير هنعمل كذا. اعتقد انا مش بقول اكيد، بس نوها اوني ممكن تصلح لي لو انا غلط، هنعمل كذا كلاس بكذا ميعاد مختلف بحيث ان العدد ما يبقاش كبير قوي كده. لو في عدد كبير هيكمل، فساعتها هيبقى في مواعيد مختلفة وهتبقوا عارفين مواعيد تقدروا تحضروا فيها. طب يا هو ميس ممكن فعلا سؤال كمان؟ كلامك صح، مسمسم آلاء، بس هي الميعاد هيبقى جمعة وسبت علشان الويك إند يبقى متاح لكل العرب وكل المصريين إن هم يحضروا. اه بالنسبة لا، إن هي احنا قصدها نثبت بس ان مواعيد هو ما يبقاش من تلات عشان من الكهرباء خمسة لسبعة. اه يعني هي قصدها لو في مثلا بالظبط. من تلاتة لأربعة هتحضر، يعني this is what she means. تمام. فاه بس هيبقى هو الأيام زي دايما يا جمعة يا سبت. هو زي ما سمسم آلاء قالت، هيبقى فيه لو العدد كبير هيبقى فيه كذا كلاسز، فاحنا لسه مش عارفين عدد اللي هيشاركوا قد ايه. فلو العدد كبير الكلاسز يعني الليفل الواحد هيبقى ليه مثلا 2 كلاسز او 3 كلاسز، لسه هنشوف العدد. من الوقت ده ممكن انت تختاري الميعاد اللي يناسبك انت. لكن لو العدد هيبقى قليل، هيبقى مثلا كلاس واحد او كلاسين بالكثير، فدي متهيألي يعني مش هنقدر نتصرف فيها، او ان احنا لازم ناخد بالنا من فرق التوقيت ما بيننا وبين كوريا. ايوه فسان سليمينري بيقعد لغايه الساعه 1 بالليل يدي كورسز عشان انا فرق ممكن التوقيت، ابقى بدري مش متأخر حتى. على حق ما هو بيبقى مرتبط برضه بكلاسز تانية. يعني هو في كلاسز لدول تانية بيديها يوم الجمعه يوم السبت، فلسه اوكي هنشوف. خلينا بعد الاشتراك كده نشوف عدد الطلاب اللي هيشتركوا قد ايه، وهنقدر ساعتها نحدد الكلاسز هيبقوا كام كلاس والوقت هيبقى قد ايه. لان خدي بالك ان ممكن نور يقطع عندك في وقت ما يقطعش في اه وقت فعلا تاني، ويقطع عند كويس. ناس في الوقت اللي عاجبك وما يقطعش عند ناس تانيين، فدي مش هنقدر نتحكم فيها. فاهمة قصدي؟ ايوه سؤال خلاص. تاني يا ميس. ايه فيروز، هو انا واحدة هشترك معاك، فالدفع احنا ندفعه ازاي او هنتوه نوها اني قالت هتبعت كل التفاصيل الاسبوع الجاي ان شاء الله. تمام. نرمين، طيب. انا كنت بس عايزه اقول ان لا، عشان الكهرباء عندنا في مصر بتقطع مواعيد من 2 لـ 7، فممكن تبقى مواعيد قبل كده. يعني مثلا ما هو عندكم مثلا الساعه 1 تبقى عندنا الساعه، يعني في فرق كبير، بتبقى الساعه 10 او الساعه 7 الصبح حاجه كده. الساعه 1 ما تبقى احنا 7 الصبح، بنتكلم فانا في بتاع بالنسبه لي فرق عادي. 6 7 ساعات، ففي ناس هيبقى بالنسبة لها مش، انا واحدة يوم الجمعة مش هصحى بدري، سوري يا جماعة والله انا اسفة بحبكم وكل حاجة، بس انا مش هصحى ممكن بدري يوم نخليهم الجمعة السبت، لا وده الساعة اجازتي 10 مثلا، الوحيدة. الساعة ما هو 11. المشكلة فعلا ان محدش هيصحى بدري عن كده، او مثلا مستحيل يوم الجمعة ده اصلا بيبقى يعني يوم كسلانين للتنظيف والترويق و... كسلانين. فاه فخلينا نظبطها، بس هنشوف العدد وهنشوف المواعيد. مش مهم يا نرمين، مش لازم تحضري على فكرة. هي المشكلة مش في طبعا كده يا سمسم مشكلة آلاء، هي المشكلة إن هي انا بتقول يسوس لك، انه هيقتلنا. هي المشكلة مش في كده، هي المشكلة إن هي بتقول لك إن الكهرباء بتقطع من 2 لـ 7. يعني أنتوا ايوه هي بتعملوا إيه قصدها في طيب في الوقت؟ اوقات مختلفة يعني. لا أنا انا أقصد فاهمة. أنتوا لا هي خمس ساعات قطع نور يا يا جماعة. بنتي يا بنتي، هي قصدها ان كل مكان أوقات بيقطع عنده فترة معينة فبيبقى واخد المواعيد بس. فالشباب لا مصر صدقوني، كلها من هنري اتنين صن لسبعة سنين يا جماعة. صن سنين هنري ممكن يجي بطيارة مخصوص يقتلنا ويرجع عادي جدا المواعيد اللي انتوا بتقولوها. بجد وانا الكهرباء عندنا ما بحبكم بس بتقطعش. مش هصحى بدري. ما تحسديش نفسك، ما تحسديش نفسك يا بنتي. طيب خلاص عشان وقتنا خلص، احنا دلوقتي 7 ودقيقتين وهنري سون سليم هيقتلنا لو ما نمشي حاليا كالعادة، هو كل يعني بيحب يقتلنا قوي انا ونهى. ف انا قلت الواجب اهو دلوقتي، ممكن تخشوا تلعبوا على الويب سايت، مش شرط ابعت اللينك، بس انا هبعت لكم لينكات وهبعت لكم الحاجة، ولو في حاجة هنبقى مع بعض فيها. اوكي. ممكن تبعتيهم النهاردة عشان ما يتلخبطش في الواجب بتاع بكرة؟ هحاول ابعتها لكم دلوقتي، بس انا هتأكد من اللينكات وابعتها. تمام ماشي. اوكي، باي باي باي. باي. ترجعي باي. 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 مش عاملة اعملي ده.